كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو كتير حلو اللي هي تحدي الاندومي الحار. بس لي ورشيو اليوم رح نتحدى التحدي الاندومي الحار، لازم كل فتره نعمله، بالاخص اذا يكون في اشخاص جداد، مشان نشوف مين بده يربح. وعن التحدي حلو، جسيم بتحب الحد وانا كتير. وكمان حيشاركنا حدا تاني اللي هو ايوان. هاي رح اشارك، عامل لي حالك. ايش رح اشارك؟ رح تشارك معنا التحدي الاندومي الحار. ليش لا اشارك؟ مو لقناتك الفيديو على اساس انت وجسلين؟ انا وجسلين قبل عاملين مع بعض. لك انا ايش لي على اندومي الحار بهالليل؟ شوف سوار، تعال احكي لكم يا جماعه، سوار انا وانت عاملين لحالنا. اول شيء انا نعيمه. ايه نعيمه. المهم انا وانت عاملين تحدي لحالنا، انا وجسلين عاملين لحالنا، بس لثلاثتنا نعمل تحدي الاندومي الحار ونشوف مين بده يربح، والجائزه فيه طبعا اكيد لابد. حبيبي. او عقوبه. خليني انا مرتاح الليله. سوار حبيبي يعني جسلين ما قال لي بس كنت على ايش عندهم يحارب؟ بتعرفي هي حرق مرتين وثلاث مرات. لا هي كم اكس؟ لا قصدي حرق مرتين يعني وقت تاكل وقت تنام. ايه خلص. المهم يا جماعه سوار خلص، حنشارك. رجال روحوا صوروا انتوا، ايش بدكم فيني؟ قبل صورين. معلش خلص مره ثانيه. لا لك يا جماعه ايش هالبلوه؟ خلص هالمره ثلاثتنا، واللي بخسر هلا حنشوف شو رح نعمل، يا عقوبه يا تكون في جائزه. المهم التحدي كثير حلو. اذا خلص سوار اقتنع. يلا جسلين خلينا نروح نعمل. خلص خلينا نقنع. هاي بلش الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وكل شيء جديد، تحطوا لايك الفيديو، تابعوا الانستغرام تيك سناب شات قناتي الخاصه بصندوق الوصف. ويلا نبلش بالفيديو. ليتس جو. مشان واحد يتحمس اكثر ليربح، لانه العقوبه حتكون سيئه جدا. جسلين متحمسه يا قلبي كثير. هلا انا وجسلين والله مش لاقيين لناكل اندومي الحار، بس تحدي هاد من دون ورق الرز ما بعرف كيف حيصير. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ والله من زمان مو عاملين التحدي، مشتاقين كثير للتحدي الاندومي الحار، وان شاء الله ان شاء الله اربح. بس عم تقول انا رح اربح؟ لما انا وياها تحدينا مين ربح؟ انا. انت ربحتي؟ لما انا وخالك انا ربحت. فهلا ما بعرف اذا هو بده يربح ولا لا، ما بعرف. جماعة هون قطعت الجزر والفليفلة، لازم قبل ما نبلش التحدي ناكلنا. شوفوا يا جماعة انه ورق الرز، تذكروا رح ناكله قبل ما نبلش التحدي. والله اشتقتي؟ كثير. خلينا ناكل هلا قبل ما نبلش التحدي. حطي جوسلين حبيبتي، حطي. يا عشان ما تقولوا عم نغش رح نحط كل الصوص. بس كثير عن جد، يا كيف فتحتها؟ كيف فتحتها؟ جسلين ليش اخترعوا المقاس يا عمري؟ ليه بتعذبي حالك؟ بدي يلا. جسلين شو هاليو؟ كيف حناله؟ كثير حاد يا رح نموت. نسهر. شو الله جابرنا يا الله، شو الله جابرنا. بس التحدي هذا ادمان ادمان. شو كده عم تحكي؟ حقول اليوم اني نات المي ورا بعض. حبايبي انا بلش التحدي، جبت ورق الرز هاد مثل ما وريتكم. خليني انا وجوستين ناكل هيك القرمتين على السريع. جوستين كيف عم تلف مثل الورا عنب اساس التحدي الاندومي. سألها هيك بس نجرب مع هالاظافر. ما شاء الله ما شاء الله. هاي وحدة. يو وشو وحدة بدك تعملي كثير؟ وحدة اثنين ولازم نكمل التحدي. يا جماعة جاهزون قبل ما بلش؟ جاهزة؟ يلا. شو شاربين؟ يا جماعة كثير طيب تحدي. خلص بطلت بدي اكلها. بدك تاكلها؟ لسه بتحطها بالصوص. يو تحط كثير تعبان. خلينا ناكل ونروح لعند سوار مشان نكمل التحدي. مين بده يربح؟ هيك هيك لساننا بتعود على حدها. احتمال نحن نربح. نحن ليش؟ انا ما بدي طحالب. ها؟ ما لا لا مستحيل. زادة زادة بعرف ما بدك، رح تحط بس انا الي ولا جوسلين. طيب ليش انا يعني؟ خلص كملوا جيهان. نص لك ونص لجوسلين، شو رايك؟ لا انا بنسحب من هلا. نو بل حطيته كل الحق من هلا بصير. حطيته كل الحق؟ حطينا كل الحق. شوف سوار حبيبي. شوف انا ما بلش.
اللي بيخسر انه راح يعمل شو؟ راح ينزل ستوري على الانستغرام يكتبوا انا غبية. ليش غبية مثلا؟ هلا ايش بحنا زيها راح يربحك يكتبوا انا خسرت. لانه لازم ينزل ستوري ان انا غبية. ايه مين بده يربح هيك؟ مين بده يخلص؟ اللي بيربح ما حيقول. الله جسلين ذكاء خارق فائق. أكلت الطحالب شيء؟ أكلت تبع الرز. إيه والله. قالوا لي سنين نايمة تحت حي حبيبتي. المهم اللي بخسر حيكتب على ستوري أنا غبية. المهم بعدين. أو أنا خسرت يعني ليش غبية؟ لا. ما إيش علاقة الغباء بالأنمي؟ تحس إنه هيك إهانة. طيب. مشان تربح مو مشان شيء. بس نفهم القواعد. اثنين بحطوا ستوري. بس نفهم القواعد يعني مين بخلص أول واحد هذاك بيربح. واثنين خلص بخسروا. اوكي انا فكرت انه بتحسن تاكل الحد يعني لا انتوا واثقين من حالكم قادرين تاكلوا طبعا طبعا انا بفكر النظام غلط يلا خلينا نبلش واحد طبعا ما في لا مي ولا شيء وسيله مساعده تخفف ال بس طيبه اوه لك ليش ايش اسمه سلقتيها كثير انا عم بقرف هيك هذا مش عايز تكون خشنه يا جماعه عم بحس الطحالب والله ما بالعكس بعدين بتصير حدا ركزوا على جسمي ما بتحكي فورا بتخلص قبل الكل خالة راح يا جماعه هو عم ياكل هيك بلقمه وحده جسلين وجيهان متعودين انا ما عم باكل شغلات اي والله انا تعودت لانه انا قصتي يعني قصه مع الشغلات الكوريه والصينيه واا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 ا
الله. والله سواء حيخلص بسنين. لا تقول بهلاك شباب كثير هادة ما تعرف. ادني ادني. آه جيهان أوري نحن لها حاطين كل شيء فيها؟ ايه. حط؟ ايه حاطين كل شيء. يا جماعة أنا هو هلا ما تقولوا لي بين بنتين وزلمة وما بعرف ايش القصة. ما لها علاقة، هي ما لها علاقة برجولية الموضوع هذا. رجولية شيء وهي القصة شيء ثاني. لازم تكوني مروحة. لا أنا طرية كثير يعني سلقتيها كثير. يا جماعة بس وين وصلتي؟ يو غلطة عم تحكوا انتو شو؟ ليه ما بتحكي؟ انا هيك عم بحكي سمك قرص؟ العمى جواب خلص هي؟ خلصت خلص. لا العمى جيان والله العظيم ما لاحظت انا ما شفت متى؟ ما شفت جيان والله انت شفتي؟ بس كثير طيب انا توقعت من هذيك التحدي انا وياه هي بس تاكل ولا بس احكي؟ ما لاحظت. انا بحب. ما لاحظت والله ما لاحظت. اسرع تحدي الدنيا حد رح موت. لا بما انه نحن الانستغرام واحد لازم واحد منا ينزل ستوري. ايه طيب. يعني معقول اثنيناتنا ورا بعض مع صورة؟ مع صورة؟ او انا غبي او انا غبي؟ معناها يا جماعة بما ان انستغرامنا واحد سوا رح نشوف هلا مين رح يربح. الحكي في حدا ايه الو يا جماعه هلا شو رح يصير؟ انا وسوا بيناتنا مين رح يربح؟ بنزل اللي بخسر بنزل ستوري على الانستغرام مع صورته انا غبي. اوكي سوا كفو. لا والله انا ما لاحظت عن جد ما لاحظت جد يا جماعه. دقيقتين ما دقيقتين هلا بنشوف بتخلص نحكي شفاط فاتك. بس كثير كانت طيبة. ثلاثة اثنين واحد الموت مرة واحدة يا رجال. مشجعيني يلا الموت مرة واحدة يا رجال الموت مرة واحدة يا رجال هوبا يلا لا
بابزر. لا 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 في لسه هدول صغار ما كان حسن في هدول صغار. معقولة ديار؟ معقولة ذبح علي وأنا جوزي؟ ما توقعت أخسر أنا زوجي؟ بس أنت بتحبي وما تعرف شو. بطيئة بالأكل. اشرب رايح اجيب لبن من الحساب. جبت لبن يا جماعه. لك بدي لبن يوصلك كل المحلات. ايش هات لحاله ما انا متعود يعني كويس مدى. صدقاً يا جماعة هاي كم تاني مرة ولا ثالث؟ مرة أنا وياكي؟ إيه مرة مع ريتشو؟ إيه مرة أنا وياكي؟ إيه ويا مرة مع ريتشو وننوش؟ بس نحن بأيام العادية قلنا يعني أنا نحن ضمنا ليكو يا جماعة مو قصتي إنه ما بحب الحد وياكي أنا قلت لكم لأنه بس كوري ف كثير حلو أنا بطيئة بالأكل مش هالشي خسرت بس عم تحكي تجي مثل اللدغة مثل الحية هي بتلدع فورا بتجي طيبة كثير طيبة مش ماشي بواحد ثاني وين واصل خارق من المفكر طيبة كثير طيبة خلص بسرعة خلص بسرعة والله حكيتها بصراحة هي أسرع تحدي أنتم بحالي بصراحة حبيتها عن جد طيبة مش تجي مرة ثانية أنا بحب فيك يا بنتي بس ليه الستوري أنا بقول مش مجهون جاي بيوصل مين؟ نزلي ستوري هلا قولي لي أقلب عليك يعني أقل شيء ما بعرف ايش لابد نزلي ستوري جيهان هلا بيفهموني غلط شو أحكي بس صورة صورة صورة؟ كنا عامل فيلم كنا عامل فيلم يا شبابي يا ما احنا بس عملناه انا سامعتها ولا يو بس خلص ما تعملي هذا الليبلاينر بس هالمره عم تدخن طيب ليش لا ما في لي معنا حطينا اثنين لازم نحط ثلاثه كيف طيب كان نشوف يا جماعه هيك حنزل واكتب اني غبيه ليه ما عم بين الفوكس ليه ما عم بين طب اني غبيه حاكتب اوكي كتبت بسرعه خلص لانه خلص بس خلص قولي رقم قياسي بالجنس خلص اي والله ما لحظه انت رح تربحي بس مو هيك بسرعه شفت خالع عم ياكل بسرعه انا قلت الموت انا قلت الموت مره واحده يعني خلص خلينا الفيديو يلا قالوا يا جماعة هيك بكون أنا الرابح وصلنا معكم لنهاية الفيديو رابحة وأنا الرابح قدرت ارفع ايدي السوار الخاسر الرابح جيهان الخسرانة قالوا يا جماعة هيك بكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو إذا حبيتوا التحدي وحابين نجرب مرة ثانية ما بعرف ليه نجيب 15 أغلبيات لا هلا أشخاص جديدة والله نجيب صينية كبيرة لا مرة كبيرة ونشوف وقت الزلم لا نشوف وقت لازم النسوان كل حياتنا نهجم عليها ونخلصها ونشوف وقت النسوان والزلم والله انت عم تقول ايه بس بعدين مستحيل فالمهم يا جماعة إذا لأول مرة عم تشوفونا ما تنسوا تشتركوا القناة تحطوا لايك الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتتابعونا على انستغرام تيك توك سناب شات وقناتي الخاصة في صندوق الوصف والانستغرام يسمي هون رابحة روحوا باركونا باركونا تعالوا